الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي في الله، فطر الله الناس على حب الحق وقبوله وعلى الانقياد له والبحث عنه، وفطرهم كذلك على كراهية الباطل والنفور منه. ولو بقيت الفطر على ما هي عليه لاجتمع الناس جميعا على الحق، ولكن الفطرة تنتكس وتضعف وتتحكم فيها الشهوات والأهواء والمصالح، ولذلك اختلف الناس، فأنزل الله الكتب وأرسل الرسل، والإسلام هو دين الفطرة يحافظ عليها ويبعد عنها ما ينكسها ويضعفها. ولذلك فإن المسلم الحقيقي هو أولى الناس باتباع الحق. كيف ذلك؟ ما الذي يحتاجه الإنسان حتى يتبع الحق؟ يحتاج الإنسان إلى أن يؤمن بأن هناك حقا مطلقا، حقيقة موضوعية، يؤمن بذلك إيمانا جازما، ويحتاج كذلك إلى أن يؤمن بقدرته على الوصول إلى ذلك الحق، وأن لديه من الأدوات ما يمكنه من ذلك، و يحتاج كذلك إلى أن تكون عنده دوافع قوية
للبحث عن الحق وتحريه واتباعه، بل ودفع ثمنه، وإلى أن يخلي الطريق أمام نفسه من أي موانع أو عوائق تمنعه من اتباع الحق ومن دفع ثمنه. وأنا أزعم أن المؤمن بالله حقا، المسلم الحقيقي، عنده كل ذلك إن هو اتبع هدى الله سبحانه وتعالى. أولا، يحتاج الإنسان إلى أن يوقن ويؤمن إيمانا جازما بأن هناك حقا مطلقا، حقيقة موضوعية لا تتأثر بعدد الأتباع، لا تتأثر بقوة من يعتنقها، لا تتأثر بما يتعلق بها من مظاهر الدنيا من قوة وضعف وغنى وفقر وإلى ما غير ذلك. فينبغي حتى يندفع الإنسان إلى البحث عن الحق أن يكون مؤمنا من البداية بوجود مثل هذا الحق، ونحن كمسلمين نؤمن بذلك، نؤمن بأن الله جل وعلا هو الحق، وأن هناك حقيقة مطلقة، وأننا مطالبون كمسلمين بالبحث عن الحق ومطالبون باتباعه، بخلاف بعض الناس ممن لا يؤمنون بالله جل وعلا حقا، أو ممن سقطوا في فخ من فخاخ الشيطان، وهو من أكبر الفخاخ الموجودة حاليا في العصر الذي نعيش فيه، وهو فخ نسبية الحقيقة. Everything is relative، يعني الحقيقة نسبية، فيقول لك هذه حقيقتك وعندي حقيقتي، هذا إيمانك وعندي إيماني، فيوهمك بأن الحق متعدد، كل إنسان عنده حقيقته، ويدخل لك من باب قبول الآخر واحترام الآخر فيقول لك يا أخي لا تحتكر الحق، فكل إنسان يظن أنه على الحق، عش حقيقتك ودع غيرك يعش حقيقته، وهذا من تدليس الشيطان، لأن الحق لا يمكن أن يتعدد، فلا يمكن أن تكون هناك حقيقتان متناقضتان للشيء الواحد. على سبيل المثال، إذا كنت تؤمن بأن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وغيرك يؤمن بأن الله ثالث ثلاثة، فهل من الممكن عقلا أن تكون هناك حقيقة أن يكون الله واحدا ومتعددا في ذات الوقت؟ يستحيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هناك حقيقة، والمطلوب أن يبحث الإنسان بتجرد عن تلك الحقيقة. والقرآن مليء بتفاصيل الصراع بين الحق والباطل، كل هذه الحياة أصلا، كل ما في هذه الحياة هو صراع ومعركة بين الحق والباطل، ليس صراعا حول البقاء ولا survival of the fittest ولا أي شيء، هو الموضوع كله في هذه الدنيا صراع بين الحق والباطل. وقد بيّن الله جل وعلا أن الحق ما إذا ثبت بالأدلة القاطعة فإن ما سواه يكون باطلا، وإذا فاتك الحق فلا شيء إلا الباطل. يقول الله جل وعلا فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليس بعد الحق حق آخر. وكذلك يحتاج الإنسان إلى أن يوقن ويؤمن تماما، يعني ده لازم يكون assumption، إن أنا عندي الأداة اللازمة للوصول إلى الحق، ويمكنني أن أثق في هذه الأداة. نحن نؤمن بأن الله جل وعلا هو الحق، خلق السماوات والأرض بالحق، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أنزل الكتاب بالحق، وركب لنا عقولا نستطيع بواسطتها إذا استعملناها استعمالا صحيحا أن تصيرنا إلى ذلك الحق. أما من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، مثلا من يؤمن بالعشوائية بأن كل شيء هو وليد الصدفة والعشوائية، لا تصميم ولا غاية ولا خلق، يعني يؤمن مثلا كمن يؤمن بالتطور العشوائي، هذا بالنسبة له معضلة، لأن لا يمكنه أن يثق في عقله، العقل بالنسبة له هو شيء تطور عن طريق الصدفة والعشوائية، هو مش مصمم أصلا، ليس مصمما ناهيك أن يكون مصمما للوصول إلى الحق، هو ليس مصمما، إنما حصل بالصدفة نتيجة العشوائية، وإضافة إلى ذلك تطور عن كائنات أدنى، يعني تطور عن قرد، تطور عن غوريلا، تطور عن أي نوع من أنواع الحيوانات، فكيف يمكن لهذا الإنسان أن يثق في عقله أو في منتجات عقله؟ يعني إذا أنت تقول لي أن هذا العقل لم يخلق ولم يصمم،
بل تطور عن طريق الصدفة والعشوائية من الكائنات الأدنى. طيب كيف تثق في هذه الجملة التي قلتها؟ كيف تثق في أي منتج من منتجات عقلك؟ يستحيل، لأن العقل بالنسبة لك هو منتج عشوائي انتخبته الطبيعة بناء على قاعدة إيه؟ البقاء للأصلح، من يستطيع البقاء، من يستطيع النجاة، وليس الطبيعة لم تختر الأقدر على التفكير والأقدر على الوصول إلى الحقائق. ولذلك فإن تشارلز داروين نفسه كان يقول ينتابني شك فظيع، هو يقول ذلك تشارلز داروين، حول ما إذا كانت قناعات عقل الإنسان والذي بدوره تطور من كائنات أدنى تتمتع بأي قيمة أو تستحق هذه القناعات أو تستحق أدنى ثقة. هل يمكن لشخص أن يثق في قناعات عقل قرد إن وجدت قناعات في مثل هذا العقل؟ ده كلام تشارلز داروين بعد ما آمن أن التطور حقيقة وصحيح وأن هو تطور عشوائي وأنه لا يوجد هناك تصميم ولا يوجد هناك غاية ولا يوجد هناك خلق. بدأ طبيعي أن أنا خلاص، طب كل ما وصلت إليه وكل هذه القناعات وليدة لعقلي، طب هل هذا العقل أصلا مصمم للوصول إلى حقائق؟ هل يمكن الثقة به؟ فهذه هي المشكلة الثانية الحمد لله التي لا توجد عند المؤمنين. وهكذا وحال الإنسان يعيش في شك فظيع وعدمية رهيبة إذا لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. الذي يبتعد عن الله سبحانه وتعالى يحتقر نفسه وينزل بها إلى ما دون مستوى الحيوانات. الله جل وعلا يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعيش الإنسان في عدمية مقيتة، ليس هناك هدف، ليست هناك غاية، شك فظيع، لا يمكنه الثقة في أي شيء إذا أدرك حقا ما يترتب على هذه المعتقدات اللي هي عدم وجود الله سبحانه وتعالى وعدم وجود تصميم وعدم وجود خلق. طيب إذا كان الإنسان يؤمن بوجود حقيقة مطلقة ثابتة موضوعية وكان يثق في عقله كأداة أعطيت له حتى يصل إلى هذا الحق، هل هذا يكفي للوصول إلى الحق؟ لا، لا يكفي للوصول إلى الحق للأسف الشديد، لأن هناك من الموانع ما يمكن أن يوقف هذه العملية، عملية الوصول إلى الحق والتسليم له، دوافع، موانع، مصالح، أمور شخصية، تجارب حياتية بسببها قد يتوقف الإنسان عن البحث عن الحق ولا يسعى إليه. قد تكون المصلحة في اتباع الباطل. يعني مثلا يعني لو كان البشر يتبعون الحق خلاص نشوف محل مشكلة الشرق الأوسط زي ما بيقولوا، الأرض دي كانت بتاعت مين؟ الأرض دي لفلان وفلان، الأرض دي للفلسطينيين، هؤلاء محتلون أتوا وأخذوا هذه الأرض غصبا وقاموا بكل هذه الجرائم. واضح الحق؟ واضح، مسجل، مصور، شاهد عليه العالم، خلاص يا جماعة خلاص الحرب تتوقف إن شاء الله، فيش أي مشاكل. لكن الذي يتحكم في الناس هو الإيه؟ المصالح. وليذهب الحق إلى الجحيم. ليه؟ لأنهم لا يؤمنون حقا بالله سبحانه وتعالى. ولو آمن الناس أن هناك آخرة وأن هناك بعثا وحسابا وثوابا وعقابا لما حصل الذي حصل. ينبغي للإنسان حتى يصل إلى الحق أن يتجرد لله سبحانه وتعالى وأن يدرك أنه واجب عليه وأنه مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. وليس كالإسلام شيء في دفع الإنسان إلى الحق وتحريه والبحث عنه، بل ودفع ثمنه، والموت في سبيل الله سبحانه وتعالى الحق. ولا يوجد كالإسلام في تخلية سبيل الناس من كل العوائق التي تمنعهم الوصول إلى هذا الحق. ولذلك قلنا أن المسلم هو أولى الناس بالحق. كيف ذلك؟ القيمة العليا في الإسلام هي الحق والعدل. القيمة العليا في الإسلام هي الحق والعدل، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحق أحق أن يتبع، والعدل، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان هو العدل، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، هذه القيمة العليا. في بعض الثقافات الأخرى أو الحضارات الأخرى القيمة العليا ليست الحق والعدل، القيمة العليا هي الحرية والمساواة، هي أشياء جميلة لكن لا يمكن أن تكون القيمة العليا. طب كيف يؤثر ذلك في المنتج النهائي؟ أن تكون القيمة العليا الحق والعدل أو أن تكون القيمة العليا الحرية والمساواة؟ تؤثر في المنتج النهائي. يعني مثلا في مجتمع يكون الحق والعدل فيه القيمة العليا كالمجتمع المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم طبعا، لا يمكن للإنسان أن يدعي شيئا خلاف الحقيقة. يعني لا يمكن للإنسان أن يدعي أنه حيوان مثلا،
لا يمكن لذكر أن يدعي أنه أنثى، أو لأنثى أن تدعي أنه ذكر. ولو حصل ذلك لكان واجبا على المجتمع الذي ترتفع فيه قيمة الحق والعدل أن يساعد هذا الشخص حتى يرى الواقع على حقيقته، حتى يعود إلى الحق. لكن في مجتمع مثلا ترتفع فيه قيمة الحرية والمساواة، كل إنسان حر، يقال لك أنت تقول أنك رجل، هل قال لك أحد من الناس أنك لست برجل؟ لا، لم يقل أحد ذلك. إذن من حق أي إنسان أن يقول أنا رجل أو أنا أنثى أو أنا قطة أو أنا يونيكورن أو أي شيء. ويجب على الجميع أن يدعمه وأن يساعده وأن يثبته على ما هو عليه. طيب ماذا لو قال ذلك ودعمناه وساعدناه وثبتناه على ما هو عليه ثم غير رأيه في اليوم التالي؟ لا توجد هناك أي مشكلة، ندعمه ونثبته ونقوله أنت صحيح، هذه هي الحقيقة، أنت على يعني معك كل الحق وأنت على حق، وندعمه. قيمة الحرية والمساواة هي قيمة جميلة، لكن إذا استعملت في غير محلها يعني فيها ظلم شديد يقع على الإنسان نفسه الذي يتمتع بهذه القيمة. فهذا هو الفرق بين المجتمعات التي تكون القيمة الحاكمة فيها قيمة الحق والعدل، والمجتمعات التي تكون القيمة الحاكمة فيها هي قيمة الحرية والمساواة. فهي أول شيء في الإسلام يجعل الإنسان ملتزما، عنده التزام ديني نفسي أخلاقي فكري عقدي تجاه الحق والبحث عنه والدفاع عنه والوقوف معه. والله جل وعلا مدح المؤمنين باتباعهم الحق فقال ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين أمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فاتباع الحق بالنسبة للمسلم واجب ديني يقوم به لله تعالى بغض النظر عن أي شيء، وهذه من أقوى الأشياء في الإسلام. الإخلاص للحق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان الوقوف مع الحق له عاقبة وخيمة عليك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. حتى لو كانت عاقبة الحق عليك افعل ذلك لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حتى ولو كان وقوفك مع الحق معناه أن تنفع عدوك أو أن تنفع الشخص الذي تبغضه، ينبغي عليك أن تقف مع الحق لأنك تفعل ذلك لله سبحانه وتعالى. كل هذه الدوافع والتأكيدات إذا استقرت في ذهن وفي قلب المسلم الحقيقي بالله سبحانه وتعالى يكون حقا أولى الناس بالحق، وأكثر الناس اتباعا للحق، وأكثر الناس دفاعا عن الحق ووقوفا مع الحق. ونحن نرى الذين يؤمنون بالله جل وعلا حقا وهم يضحون بأنفسهم بأرواحهم بأبنائهم بأموالهم ببيوتهم وقوفا مع الحق ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر، وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم. ولذلك فإنه من الغريب أن نرى مسلما أو من يدعي الإسلام أو من يدعي الإيمان بالله جل وعلا حقا وهو يقف مع الباطل أو يتكبر على الحق. وهناك لذلك أسباب كثيرة، لكن أهم تلك الأسباب هو الكبر، مرض من أخطر ما يمكن، مرض من أخطر ما يكون. للأسف الشديد الإنسان المتكبر تعظم وعنده قيمة نفسه فيقدم نفسه على الحق، يضحي بالحق في سبيل نفسه، وهو إذ يفعل ذلك يقدم رضا نفسه على رضا الله سبحانه وتعالى، ويقدم الدنيا على الآخرة، وهو في ذلك يقتدي بمن؟ بالمستكبر الأول، أبو المستكبرين إبليس لعنه الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أول خطيئة، الخطيئة الأولى، الخطيئة الأصلية هي الإيه؟ الكبر، الذي دفع إبليس إلى أن يخرج مما كان فيه من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رفعة، وكان من أعبد المخلوقات لله سبحانه وتعالى، الكبر. فالإنسان المسلم ينبغي أن يحذر من ذلك. أول قصة ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى هي قصة إبليس، قصة آدم مع إبليس. أول شيء ينبغي أن نحذر منه موضوع الكبر، لأنه والله مهلك. ولو علم المستكبر حجم الجريمة التي وقع فيها لما فعل الذي فعل.
الله جل وعلا يقول أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة، والحديث صحيح في أعلى درجات الصحة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل من الناس يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليس هذا هو الكبر، أن تحب أن تبدو بمظهر جيد. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. طبعا كثير من الناس يظنون أن الكبر هو الاستعلاء على البشر، أن تظن نفسك أفضل من غيرك وتتصرف على هذا الأساس، وهذا صحيح، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غمط الناس، يعني احتقار الناس وإضراء الناس. بس ما هو النوع الأول من الكبر الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بطر الحق، يعني رفض الحق والاستكبار عليه تقديما لحظ النفس، منزلة اجتماعية، صورتي قدام الناس، يعني ما أقول عايز نطلع غلطان، يعني ما أقول عايز نعترف إن زوجتي غلطت أو إن ابني غلط أو إن أنا غلط، لا طبعا مستحيل الكلام ده، ده أنا أكذب وأكذب وأستكبر حتى لا تختل هذه الصورة. وهو في الحقيقة هذه يعني الصورة المختلة اختلت أكثر بالكبر على الحق، ولكنه لا يدري ذلك، فهي خسارة في خسارة. وهو إذ يفعل ذلك يقتدي تماما بفعل إبليس. إبليس لما أخطأ واستكبر كيف عالج الأمر؟ بالاعتذار والرجوع والتوبة والندم؟ لا، بمعصية أخرى وهي التعهد بأن يضل أكبر قدر ممكن من بني آدم، يعالج المعصية بمعصية ويعالج الكذب بالكذب، طريق في غاية السوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، كما قال العلماء، ممكن واحد يقول لك طب يعني حتى لو مسلم ما الكبر ده معصية، يعني وانت ولا انت عايز تقول المتكبر ده كافر؟ لا، هي معصية، طب ازاي لا يدخل الجنة؟ مش في الشفاعة، في حديث الشفاعة العظمى أن لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم، العلماء قالوا لا يدخل الجنة، أي يعني لا يدخلها ابتداء حتى يعاقب على الكبر، يعني هيدخل النار. مش في بعض، كلنا مذنبون، لكن في هناك منا، أسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء من يدخل الجنة من غير عذاب، يعني عنده ذنوب ولكن الله جل وعلا برحمته وعفوه يغفرها له، لا يحاسبه عليها، يسقطها عنه ثم يدخل الجنة. المتكبر ليست عنده هذه الفرصة. واحد من الناس يقول لي طب والله الحمد لله يا شيخ وقعت قلب، أنا افتكرت مش هيدخل خالص، يعني كده الحمد لله، يعني هيدخل بعدين، هيخش شوية ويدخل. هل هناك أي مصلحة في الدنيا أو أي لذة في الدنيا، أي قيمة لأي لذة أو مصلحة تساوي ثانية واحدة في النار؟ والله ما في، الدنيا كلها على بعضها لا تساوي ثانية واحدة في النار. وعن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض يغمس في النار غمسة، يقول ما رأيت نعيما قط، غمسة. فما فيش حاجة تستاهل، والله ما في حاجة في الدنيا تستاهل. ما تقوليش بقى مكانتك الاجتماعية، صورتك أمام الناس، الناس بتقول عليك، كل هذا من تلبيس الشيطان، والأجدر بك أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى، طريق في غاية السوء، أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. ثم أما بعد، هي طبيعة بشرية، الإنسان لا يحب أن يكون مخطئا، ويهمه جدا صورته أمام الناس، وهذا مفهوم طبيعي، ما فيش مشكلة. لكن المشكلة عندما تتعارض هذه الغريزة مع وقوفك مع الحق وامتثالك لأمر الله سبحانه وتعالى، كيف تقدم هذا على هذا؟ الله جل وعلا يقول ويل لكل أفاك أثيم، أفاك يعني كثير الكذب، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يسمع آيات الله تتلى عليه، يذكر بالله سبحانه وتعالى، يقول يا أخي والله لقد وقع هذا الخطأ وهذا خطأ، وقد تحرينا وبحثنا فارجع إلى الله وتوب إلى الله،
خذ الطريق الأصعب بالنسبة لك الآن، ولكنه والله الأسهل في الدنيا على المدى الطويل وفي الآخرة، إذ وقفت أمام الله سبحانه وتعالى بعد كل هذا كأنه لا يسمع. وإذا علم من وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، كأن في شيء في ودنه ما سمعش أصلا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذا لا يمكن أن يكون المسلم هكذا، بل إن من يفعل ذلك يخشى عليه من النفاق. الله جل وعلا يقول ويقولون، يصف المنافقين، يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، قال الله وقال الرسول، إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يجي يقول لك قال الله وقال الرسول، لما يكون ضامن إن لما نقعد في قعدة ونقعد الشيخ إحنا اللي هنطلع صح والشيخ هيطلع الحق لنا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني عيننا على رأسنا، لكن يعرضوا إن لم يكن الحق عندهم، لا يسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى ولا إلى قول رسوله. يقول الله جل وعلا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، شاكين في الدين وشاكين في وجود الله أصلا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. ولا هم مفكرين أن الاحتكام لله سبحانه وتعالى والاحتكام للرسول صلى الله عليه وسلم قد تأتي نتيجته بالظلم له، بل أولئك هم الظالمون. الله جل وعلا يقول هم اللي ظالمين، ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا أي غيرهم، وظلموا غيرهم ودمروا حياتهم وآخرتهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. عندما يبين للمؤمن الحق ويعرف مكانه، فإن الحق أحب إليه من كل المصالح ومن كل الشهوات ومن كل اللذات ومن كل المتع ومن كل الأشخاص والأفراد. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن بالله سبحانه وتعالى. ما أصل مؤمن بالله معناها أن أنت عارف أن أنت هنا الفترة محدودة هتموت. طب وبعدين بعد ما تموت حصلت من الدنيا، بنيت بالكذب صورة وسمعة جيدة، ثم انتهيت في الجحيم يوم القيامة، ما الفائدة؟ ما الهدف؟ منحدر زلق موضوع التكبر على الحق. ممكن بعض الناس يقول لك والله في الحتة دي بس لأن مش قادر أواجه العواقب. طيب في الحتة دي بس، من أدراك أنك لن تستمر في ذلك؟ إن من عاقبة الذنب مثله. الله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هم تكبروا في الأرض بغير الحق، يصرفهم الله عن آياته، فينتقلوا من استكبار إلى استكبار، ومن بعد عن الحق، من بعد عن الحق إلى بعد آخر عن الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ما هو عملها قبل كده متعود. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. العاقبة ليست في الآخرة فقط، في الدنيا وفي الآخرة، منحدر في غارة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أكرم الخلق وألطف الخلق وأرحم الخلق، كان عنده رجل يأكل، يعني ضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل بشمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. فقال الرجل لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، يعني أنت هتعلمني أكل إزاي قدام الناس وأنا عيل صغير مثلا، فرفض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، يعني إن شاء الله مع أنك عرفت. فما كان يرفعه إلا فيه، ما عاد يعرف يحركها. طبعا في بعض الناس اللي هم أوفر كيوت، يعني يقول لك معقولة النبي، لا أكيد الحديث ده فيه مشكلة، فإحنا ننكر السنة كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يعمل كده مع ضيف عنده. لكن المؤمن اللي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالله جل وعلا حقا يقول إيه اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف على خلاف المعهود منه في مثل هذا الموقف، إلا ليشير إلينا ويعلمنا إلى أن الكبر مصيبة لا يمكن التهاون معها، طريق صعب جدا الرجوع منه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الصرامة وفي غاية الحزم مع هذا الرجل. فينبغي أن نتنبه إلى مثل هذا، وأن نراقب أنفسنا، نربي أنفسنا على الخضوع للحق، ونطهر قلوبنا من الكبر، ونربي أبناءنا على ذلك. نبدأ بالإيمان بالله جل وعلا، تقوية إيماننا بالله جل وعلا حقا، وتذكر اليوم الآخر، وتذكر عاقبة الكبر، ونربي أنفسنا وأبناءنا على ثقافة الاعتذار. غلطت اعتذر مفيش مشكلة، كلنا بنغلط اعتذر، مفيش أي مشكلة تعتذر،
وأصلح ما أفسدت وتوب إلى الله جل وعلا وارجع، فإن العاقبة في الآخرة أسوأ، لا تقارن أصلا بعواقب الدنيا مهما كان. يعني لو فقد الإنسان حياته في الدنيا وكان في فقدانه لحياته تطهيرا له من ذنوبه فذهب إلى في الآخرة إلى الجنة، والله هو فائز. لكن لو حافظ على حياته وعاش بدل ما عيش 20 سنة عاش 100 سنة ثم في الآخرة كان من المخلدين في النار، ما المكسب في ذلك؟ أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رضنا بقضائك وألهمنا شكر نعمك يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا وأهلنا جميعا يا رب العالمين، ثبتنا على هذا الدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.